مرحبا بنات. طبعا انتم دائما تسالوني عن الميك اب اليومي اللي انا احطه وش الاشياء اللي استخدمها وطريقه الميك اب. الميك اب اللي اليوم بسوي لكم توتوريال عنه هو ينفع حق الطلعات العاديه السريعه حق الدوام. خلونا نبدا اول شيء بالسكن كير. طبعا الهبه الحين انا وايد استخدم منتجات دكتور مراد. اول شيء خلونا نبدا مع الاي كريم وفي واقي للشمس ايضا. خلوني اقول لكم شغله عن منتجات دكتور مراد، ان كريماتها تنفع لكل انواع البشره، لكن شو اللي يختلف؟ اذا كانت بشرتكم دهنيه اكيد الكميه اللي بتحطونها اقل، اذا كانت بشرتكم جافه تحطون اكثر، واذا بشرتكم عاديه تحطون الكميه العاديه. انا بشرتي عاديه فبحط الكميه العاديه. نروح للمنتج الثاني اللي هو داي موسترايزر وايضا واقي للشمس. نسوي شيء مساج ونخلي الكريم يدخل في البشرة عدل. بشرتي الحين جاهزة للميك اب. أول شيء بنحط الفونديشن، بنحط فونديشن اليوم من أنستازيا. دائما يقولوا لي لا تسوون هاي الطريقة، ليش؟ لأن أشيل الفونديشن وأيضا أشيل طبقة من الكريم والواقي اللي يكون حاطة أو المسترايزر قبل الفونديشن، فيفضل أنكم تطبطبون شيء. الحين بنستخدم الكريم الكونتور. طبعا في ناس يفضلون ان يسوون الكونتور بالباودر اللوز باودر او الباودر العادي، انا اليوم بستخدم الاثنين، بستخدم الكريمي كونتور وايضا اللوز باودر. وبستخدم الكونسيلر من هدى بيوتي. انا ما احب ان اللون يكون وايد فاتح، افتح بوايد عن بشرتي. في ناس يحبون ان الكونسيلر يبين، بس انا احبه يكون ناتشرال. اللوز باودر اللي بستخدمه اليوم من هدى بيوتي. الايشادو اللي بستخدمه اليوم من هدى بيوتي، ليش اخترت هذا الباليت؟ لان في تدرجات البني والنيود، هذه الالوان تنفع لاي وقت. الحين بستخدم هذا الايلاينر من لانكوم، هذا العجيب، برويكم ليش عجيب. تحركون مثل ما تبون، حركة اللي تعجبكم. بستخدم للحواجب قلم انستازيا، انا وايد استخدم هذا القلم ويعطيني وايد شيء اللوك الطبيعي للحواجب. الرموش اللي بستخدمهم اليوم من ميك اب فور ايفر، وايد طبيعيين وحلوين. مسكرة لانكوم هذه عجيبة، بس اليوم أنا بحط الرموش هذه، لكن المسكرة هاي وايد عجيبة. قبل ما تحطون هاي المسكرة استخدموا وواظبوا دايما على أرمانه. أرمانه شيء خطير 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 للرموش والحواجب. البلاشر اللي بستخدمه من ذا بال، الليب لاينر والروج اللي بستخدمهم اليوم من كحل. اذا تبون الميك اب يبين وايد ورايحين عزيمه مثلا، نفس الميك اب بزيدوا عليه هذا القلم الابيض، كحال ابيض داخل العين. بس اذا تبونه يبين وايد طبيعي وناتشرال استخدموا هذا الاوف وايت او البيج. فالحين انا بستخدم البيج لان ابغى اللوك يكون وايد طبيعي. الحين وقت شو؟ وقت الشتي. دائما لما اسوي شعري يسالون عن شعري، انه كيف شعرك ما شاء الله سوينا من الصبح يتم لين اخر اليوم بعده ويفي ومرتب، لاني استخدم ستريتنر عجيب وخطير. هذا الستريتنر او البيبي ليز اللي انا استخدمه. اول شيء قسم الشعر شيء قسمين، لانه بس بنلف اطراف الشعر انه يعطينا اللوك الطبيعي وايد. وعلى فكره نفس الستريتنر استخدمه لما اسوي شعري ستريت. إذا تبون
لون الشعر يبين اكثر طبيعي لا تحطون عليه سبراي، وخلوه عقب فتره شوي بينزل الشعر ويبين وايد ينن. واذا تبون يتم شيء وايد يبين ان انتم مسوين الشعر، رشوا عليه سبراي. خلصنا اللوك اليومي. طبعا انا افضل اني انا اطلع بدون ميك اب، بس اذا رايحه ميتنج بقابل ناس رايحه الدوام فافضل اني احط ميك اب خفيف نفس اليوم، بس انا كثرت شوي عشان الصوره تكون اوضح لكم في الفيديو. كل الاشياء اللي استخدمتها، البرودكتس، الميك اب، كل شيء موجود عندي في البوتيك. على سبيل المثال في بودر انا استخدمته، انتم تفضلون بودر ثاني ايضا بتحصلون عندي في البوتيك اكثر عن ماركه، والستريتنر اللي استخدمته اليوم ايضا موجود عندي في البوتيك في شيء نهائي. لا تنسون تعطون شعركم من عطر مراد، العطر خطير خطير خطير.